تأمل الخشوع التام. اجلس في مكان هادئ بعيد عن الضوضاء والمقاطعة. يمكنك إجراء هذا التأمل من وضعية جلسة الصلاة، بحيث يكون عمودك الفقري مستقيما، أو من وضعية الجلوس على الكرسي، أو من وضعية التمدد على السرير. الآن ابدأ بالاسترخاء. خذ نفس بطيء وعميق من الأنف، وأطلق الزفير بكل بطء وهدوء من الفم. للمرة الثانية خذ نفس بطيء وعميق من الأنف، وأطلق الزفير من الفم بكل بطء وهدوء. للمرة الثالثة خذ نفس بطيء وعميق من الأنف، وأطلق الزفير من الفم ببطء وهدوء أكثر. الآن انقل انتباهك إلى العالم المحيط بك، إلى أجواء الغرفة. الآن تحسس الصمت الموجود فيما يحيط بك. تحسس الصمت الموجود في محيطك الآن، والذي هو امتداد إلى الصمت الموجود في الكون. هذا الصمت الكوني هو محيط بك الآن، وأنت منتبه إليه ومدرك له. الآن أنقل انتباهك إلى جسدك. وتحسس الصمت الذي يوجد في جسدك. تحسس الصمت في جسدك من الخارج باتجاه الداخل، باتجاه أحشائك وأعضائك الداخلية. أنت تدرك الصمت الموجود في داخلك الآن، وتدرك الصمت الموجود في كل خلية وذرة من جسمك. الآن أنقل انتباهك إلى مشاعرك وما تشعر به الآن.
تحسس الصمت الموجود في هذه المشاعر. أي شعور يدعوك إلى تحسس الصمت الموجود فيه؟ الآن أنقل انتباهك إلى عقلك. وتفكيرك وتحسس الصمت الموجود في عقلك. أي فكرة تدعوك إلى تحسس الصمت الموجود فيها؟ أنت الآن بكل كيانك تتحسس الصمت. أنت الآن بكل كيانك تدرك الصمت. أنت الآن تصبح الصمت نفسه. أنت الآن الصمت. استغرق مع هذا الوجود الجديد لأطول فترة ممكنة. أي فكرة أو شعور يدعوك إلى استشعار الصمت لأنك الصمت. الآن تخلى عن هذا الصمت. تخلى عن هذا الصمت وابقى كما أنت على حقيقتك الآن.